هما السلطات حب تدلهم حب تدلهم شوف ربي واش فرج عليهم حب تبعث هاد البنات هادو ما عباش وين يروحوا شوف ربي واش فرج عليهم كيما بعد الناس ومازال خير كيما بعد الناس صافي هاد الدار اللي راه يشوف هاي يسكنوا فيها هما تاعهم يدوها هادي رزق البلديه يدوها اسمع صافي هاد الدار اللي والو خير من الدار اللي كانوا ساكنين فيها والله خير من اللي كانوا ساكنين فيها اسمع هادي خونا والله يا واحد الاخ جانا واحد الاخ ربي يسخره واحد الاخ ربي يسخره من السما راح هضر مع مول السيد هذا قال له ما ندخلوش اسمك اسكت قال له يا الحاج قيم لي البيت هذه واش دير نخلصك وهذا الاخ هذا انا شغل متسروا هكذايا اخي ما شاء الله ربي ان شاء الله يستروا دنيا واخره قالوا قيم له هكذا قال لي انا حاب نشوف الجنه ما نحوش على الدرهم انسان هذا ويخدم للجنه هضر مع الشيخ قال انا ما نبيعها قالوا قيم لي الدار نخلصك فيها وكتبها له على اسمه ما كاين والو كي هضرت معاه قلت له يا ودي هكذا وانا هكذا قال لي والله راني حاب نشوف الجنه يا حسين قال لي كي ندير هكذا ربي يعوض لي ما خير من هكذا وان شاء الله ربي يعوض بما خير من هكذا وان شاء الله ربي واش نقول لكم نوكلوا عليكم ربي والدراهم اللي داوهم هذوك ان شاء الله تشروهم دوال ولادكم ان شاء الله امين يا ربي ان شاء الله تشروهم دوال ولادكم السلطات راهي غايبه السلطات على بالنا بلي ولادكم راكو تجروا عليهم ولادكم تخريهم في الاوروب لا على بالنا بلي ولادكم راهم كاع يعطلوا المخدرات راهم يديروا كاع الكوكايين على بالنا وانا نعرفوا معاهم وانا ماريو انا اللي وسمني ماريو كنت نسهر مع ولادكم نعرف وليد ساسي العموري نعرفكم كاع نعرف وليد بالعياط نعرف فلان وراهم راهم في كليب دوب وهذوك كاع يغبروا وغالقين عليهم وربي هذاك ابتلاء باش دار لهم هكذاك ربي ابتلاهم ربي عطى لهم ابتلاء وحنا الله غالب فقراء ما نروحوا نسرقوا الله غالب ما عدناش عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال الفقر انه كان رجلا لو قاتلته حنا الفقر نسيو نعالجوه نورمالمون انتم اللي تعالجونا يا السلطات بصح انتم السلطات تشوفوا غير ولادكم راكم تشرون لهم في الدواء وان شاء الله حسبينا الله ونعم الوكيل حسبينا الله ونعم الوكيل